مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذه تحية لكم مني أنا وزميلي الأخ بوصار أستاذ محمد الزامل، الذي يغيب حقيقة عن هذه الحلقة، وذلك بسبب سفره إلى الخارج، لكن إن شاء الله بإذن الله الحلقات القادمة سوف يكون معنا. عموما نرحب بكم من خلال برنامجكم الأسبوعي المقصورة، وأنتم تعرفون برنامج المقصورة حقيقة يستضيف مجموعة من نجومنا في جميع الألعاب الرياضية، لكن ما فيهم الشباب، ترى كلهم ترى منطقتي مثلي والحبل مثني على قولة المثل الكويتي، لكن حقيقة أخوة عزاء أبلوا بلاء حسنا في ملعبنا الرياضية، كانوا لاعبين، منهم إعلاميين، منهم مدربين، منهم محللين، منهم معلقين وهكذا. لذلك المقصورة حقيقة تحظى بهؤلاء النجوم، ونحن سعداء بوجودهم معنا. سمعتوا أنتوا أيام العربي، أنتوا يا العرباوية بصفة خاصة، وأنتوا يا القدساوية بصفة خاصة، لأن كان تنافس. سمعتوا في حارس مرمى سابق كان اسمه علي نجف؟ أكيد سمعتوا فيه سنين طويلة حقيقة وهو يحرس مرمى النادي العربي، فله كل الشكر والتقدير. باسمكم نرحب بضيفنا الكريم أبو عبد العزيز علي نجف، حياك الله أستاذ علي، وسعيد بوجودك معنا في هذا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد بالبرنامج هذا، وأشكرك على المقدمة هذا يا أبو مشعل. بصراحة أنا من متابعين برنامج المقصورة، برنامج المقصورة دائما يذكرنا بالماضي واللاعبين المميزين اللي كانوا بالماضي، شلون كانوا يلعبون وشلون كانت تشجعهم. فإن شاء الله نقدر احنا اليوم نعطي نوع من شوية من الذكريات إن شاء الله بإذن الله. وأيضا حقيقة أيضا حارس مرمى وفريق منافس في فترة ما، فريق نادي القادسية، ومن ثم أصبح إعلامي وتخصص بصفة خاصة في إعداد الكتب أو تأليف الكتب الرياضية، ليضيف أيضا للمكتبة الرياضية العديد حقيقة من الكتب، اللي دائما حقيقة أنا وغيري كذا أحيانا نلجأ لكل باحث أيضا يلجأ إلى هذه الكتب، فمنا له كل التقدير والاحترام. عبد الحميد الشطي حارس مرمى نادي القادسية، وإذا ذكرنا شو اسمه أكيد في سياق الحديث أنا بس بقه بذكرنا في مباراة سانتوس، لأن كان هو حارس مرمى أمام حقيقة نجوم البرازيل تلك الفترة وعلى رأسهم بيلي. حياك الله يا أبو ضاري سيد عبد الحميد الشطي. يا أبو مشعل شكرا على الاستضافة، وبعدين جمعتنا في أبو عبد العزيز، يعني في الحقيقة كان في يوم من الأيام أنا كنت أعتبره قدوة بالنسبة لي، لأن شوي أكبر مني كم سنة وخذ فرصته، لكن كنت أنا من الجيل اللي عاصر عبد النبي حافظ حارس مرمى. حياك الله سامح. سؤالي، كلمة المقصورة الآن معروفة، زين؟ مقصورة موجودة كانت نادي الكويت، ثم الآن مقصورة في أستاذ جابر الدولي. قبل ما عندنا مقصورة في منصة، هل أنتوا صعدتوا إلى المقصورة أو إلى منصات التتويج؟ طبعا احنا صعدنا في سواء كان تحت 20 سنه قبل درجه ثانيه ودرجه اولى، نصعد وحاطين الكاس وكذا، ايام درجات الخشب ايام درجات خشب زين ايام درجات خشب، وتستلم كاس وتستلم ميداليتك والسلامه يعني. وبعدين اللي كان هناك شوي الملعب المميز ملعب ثانوي تشويخ اللي كان شوي هو كونكريت، وكان يعني فيه تقول فيه مقصوره يعني لعبت عليه. نعم في مقصورة ثانوي تشويخ سابقا. اي نعم في منصة، منصة هناك. اي الحين بني الحديث عن هذا الجانب موضوع ثانوي تشويخ، لان هذا ذكرى بالنسبة لنا ملعب ثانوي تشويخ، ملعب سانتوس حاليا، ما في واحد من اعمارنا الا ويذكر هذا، والحمد لله اللي ايضا حافظوا على هذا الملعب، وزملاء لنا ايضا رياضيين كانوا موجودين حقيقة ماسكين نشاط رياضي في جامعة الكويت، نذكر منهم أسماء عديدة بعد شوي إن شاء الله نقول لهم شكرا لمحافظتكم على هذا الرسالة. عبد الحميد أيضا المقصورة أو المنصة، تليت المنصة مرتين
مرتين بس ما لحقت على ايام علي ما لحقت عليها. زين على فكره ابو مشعل يعني عندي صوره وثائقيه ايضا بالستينيات الله يرحمه عيسى الحمد مع حسين مكي الجمعه كانوا يحطون طاوله قدام المدرجات الخشب. إيه نعم. اللي قال عنها ابو عزيز ايام الرمل يوزعون اي يوزعون زين. الجوائز والكؤوس والدروع من خلال الطاوله هذه. انا اعتلت المنصه مرتين، مره مع فريق القادسيه لما خذينا بطوله الدوري العام موسم 72-73 وكانت اخر مباراه لنا مع نادي كاظمه وفزنا عليهم 3-0، ومره مع نادي السالميه لما حصلنا على المركز الثاني في بطوله كاس سمو الامير. هي كانت طبعا حضره صاحب سمو امير البلاد، كان ايام جابر الشيخ جابر الله يرحمه، وممثلا في الشيخ سعد العبد الله الله يرحمه. اذا خل... هاي يعني مرتين، مره مع القادسيه ومره مع السالميه، مره كاس ومره دوري. نعم. لناتي علي نجف حقيقه لو برجع انا شويه للتاريخ، علي نجف منذ البدايه كان حارس مرمى، اتجه لحراسه المرمى بالنادي العربي ولا شلون؟ شوفوا مشعل، طبعا تدري قبل ما في ذاك الوعي الرياضي أيه؟ الكل كان يلعب بالفريج، يلعب بالمدرسة، يلعب كذا. فأي لاعب يعني أغلب اللاعبين بدأوا بالفرجان أو بالمدارس. صحيح. المهم كل مراضي يصير قوتشي. أنا قلت لهم يا جماعة إيش فيكم أنتم تحوشون على حراسة المرمى؟ يبقى أنا أصير حارس مرمى روحوا. المهم أنا لعبت حارس والله شفت ها نفسي. قام يشجعوني عشان يشجعوني عشان يلعبون حراسة مرمى عشان لا أحد فيهم حارس. محبا فيني يعني كحراس مرمى يبون فك من حراسة المرمى. اي والله قلت ما يخالف يبون يلا حطون حرس مرمى. المهم لعبت والله شفت نفسي اوكي خوش مركز هذا لي، وتمت على المركز هذا ابو مشعل بالفريج اي نعم بالفريج. فبعدين مشيت المدرسه قبل المدارس ابو مشعل، ترى ابتدائي الملاعب الكبيره ما نلعب بين نص ملعب ربع ملعب، لا ملعب كبير نفس الملاعب الموجودة. نعم. نلعب متى العصر ما نلعب الصباح الحين على نص ملعب كذا. من ضمن الـ الـ قبل أعطونا ملبس أكثر من الحين، ترى ملابس ايه. ملابس الرياضة أيام العز مخزن مليانة ملابس رياضة، تبي اللي تبي سلة طائرة يد. المهم تمارس الرياضة ايه المهم تمارس الرياضة. المهم قالوا قبل أن حارس المرمى تكره ما يلبس لابشين. أوه. لا حارس المرمى ما يلبس لابشين، تكم يلبس جوتي حدا عادي كوت شوك ما يقولون الاخوان المصري. نعم. فاعطاني هذا المدرب ما اعطاني اللابشين، وانا ميت على اللابشين هذا ذابح نفسي قاعد اتمرن ابي اللابشين ما يعطيني اللابشين. قلت له ما العب. قال ليش؟ قلت ابي اللابشين. شنو قلت حارس مرمى؟ قلت انا حارس مرمى حالي حالي بعطيني اللابشين. قلت له اذا ما تعطيني ما راح العب. والله اعطاني اللابشين. المهم بمشي ماني قادر امشي باللابتشين هذا. اي والله لان حركه حارس المرمى غير حركه المهاجم او المدافع او لاعب النص. مو مشعل مو لابتشين رابتشين ها طبعا ابوها اي برمى هذا كذي وبعدين زين وتحته خشب هذا ايش اقول لك؟ ايه ترتفع عن الارض مسامير 10-30 سنتي ترتفع عن الارض كذي لابس كعب مسامير توازيكي المهم اخذت هذا اللابتشين وخشيته والعد الكوشك مثل ما يقولون كثر ما كنت احب اللابتشين هذا لما صغر صار صغير علي قطيته. زين المهم بعد المدارس بس اذا سمحت لي ابو عبد العزيز ناخذ فاصل يقول للمخرج اذا سمح مشان الكرام فاصل وبعد ذلك نواصل مع ضيوفنا الكرام كابتن علي نجف والكابتن عبد الحميد الشرفي. أنجبت ملاعبنا الكروية في بدء مسيرتها العديد من حراس المرمى الذين تركوا بصمات واضحة في كرة القدم الكويتية، ولعل البدايات شهدت أسماء برزت في فرقها بل وساعدت على الوصول لمنصات التتويج. علي نجف فظهر هو الآخر في كتيبة العرب الزاخرة بالأسماء اللامعة بقيادة الهداف عبد الرحمن الدولة، والذي حقق الإنجازات في العهد الأول للفريق العرباوي، وكان خط دفاعه
صمام الأمان بقيادة مرزوق سعيد وحسين العسعوسي، نعم أجيال من اللاعبين الذين تركوا إرثاً كبيراً من التحدي والطموح والإخلاص، والذي بنى عليه هؤلاء النجوم مستقبلهم مع الساحرة المستديرة. فهل كانت رحلتهم للنجومية مفروشة بالورود، أم أنها كانت مصحوبة بتحديات وعقبات للوصول إلى الهدف المنشود؟ نعود مشاهدينا الكرام وبرنامج المقصورة، وأيضا حديثنا الشيق صح التعبير مع الأخوة الأفاضل كابتن علي نجف والكابتن عبد الحميد الشطي. قطعت أنا حديثك في الفاصل. إيه والله، من ضمن الذكريات يا أبو مشعل، قبل تدري لاعبين تدريب العصاري وباصات، لا باص وجيك يجيبك أعمار ابتدائي. ابتدائي والله، يعني 11 ب11 وحكام سلة طائرة قدم يد، رياضة المدرسية. رياضة المدرسية، وما أدراك ما الرياضة المدرسية. نعم، من ضمن المباريات اللي لعبت، لعبت مباراة ضد الفرابي، يمكن الفرابي حولي. أنا كنت، أنت كنت في أي مدرسة؟ أنا كنت في بن زيدون حولي. نعم، ولعبنا ضد الفرابي. نعم ضدنا يعني. فرابي كان عندكم صالح قوش القادسية، شو اسمه؟ صالح النجاخة. إيه صالح شطي شطي. المهم لعبت المباراة قمة بالمباراة، المهم غلبناهم 2-0. رحت الصبح المدرسة ولقيت لوحة كبيرة نجم المباراة علي نجف. يعني شيء غريب عجيب، يعني احنا بالابتدائي ونجم المباراة علي نجف وحاطينه بصحة الطابور. يا سلام، يعني اللي حين اتذكر المنظر هذا والله يا مشعل بالطباشير. الله الله الله، والسبوره خطره. كان زين في كاميرا ذيك الساعه مصور هذا وتحتفظ فيها يا علي. والله شوين قبل، وين نهتم بالاشياء هذه احنا؟ انا بوقف عند هذه النقطه، بنتقل لعبد الحميد الشطي. هل بدايتك ايضا بالمدرسه نفس الشيء حارس مرمى الشطي؟ اي انا بديت من الفرابي. ارفع صوتك شويه. بالفرابي كنت في المرحله الابتدائيه، بديت حارس مرمى، لكن بس كان في قدم ويد على فكره من ذاك الوقت يعني. بس انا بعدين تخصصت. شو اللي خلاك تروح؟ علي نجف يقول ماكو احد شو اسمه بيصير حارس مرمى، بيصير مهاجمين مدافعين. علي انت اساسا تبي شو، ولا انت اساس ما عندك امكانيات؟ علي علي يعني تكلم عن جزئيه من ضمن الكتاب الجديد، عن كتاب عن ابرز حراس. خلنا حلال، خلنا يا ابو. لا لا عفوا، انا يا ابو ضالي الله يخليك، قبل أن ننتقل. لا لا، هو تكلم عن جزئيه. ليش انا قاعد اوضح لك ليش؟ هل انت طرحت على سؤال ممتاز، ليش صرت حارس مرمى؟ حارس مرمى لان كانت المفاهيم ذاك الوقت اللي ما يعرف يلعب مهاجم او مدافع لازم يقعد حارس مرمى. أيه. يعني هذا تاكيدا. وانت واحد منهم. اي انا طبعا من واحد منهم. لان اي لابد وان تكون لك حارس المرمى، لابد وان تكون في مواصفات معينه ما تتوفر للمهاجم. هذا المفهوم تغير مع الايام. انت تدري الان من ضمن المفاهيم الجديده يفترض على حارس المرمى انه يجيد العاب المهاجمين، لازم بدي يعرف يرقص، يراوق، يتصرف. بضاري الله يخليك، قبل أن ننتقل إلى مواصفات حارس المرمى، عطني إحنا البداية. أنت في الفرابي رأساً، أنت اللي اخترت ولا اختاروك؟ لا أنا طبعاً أنا اخترت شيء، لأن من الأول أنا اخترت موقعي كحارس مرمى. لما رحنا السالمية في أمور كثيرة تغيرت في حياتي، اضطريت أن أستمر ووفق يعني لاعبين أيضاً من نجوم منطقة السالمية قبل لا يتأسس نادي السالمية. تكلم عن مرحلة الابتدائي ترى. إيه الحين احنا مرحلة الابتدائي. اي دخلت مرحلة المتوسطة لما انتقلنا من حولي للسالمية. فهناك كانت في مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين الممتازين مع فريق الرافدين في منطقة السالمية. هذا فريق خارج المدرسة. الفريق هذا مجموعة من اللاعبين، معظم اللاعبين الفريق الرافدين هم كانوا لاعبين في أندية مختلفة بالكويت في بداياته. على فكرة أنا قاعد أكلمك الفترة اللي قبل إنشاء نادي السالمية، يعني قبل 64 هذا الكلام. لا. إحنا نعرض علينا من نادي السالمية، أنا عرض علي أكثر من شخص مثل جمع حيدر الله يرحمه إني ألعب بالسالمية، لكن أنا حبي للقادسية. هذا جمع حيدر لما كان زعلان على العربي. لا قبل لا يزعل. قبل لا يزعل كان هنا. كان بالسالمية. أيه. زعل راح العربي، اخذ معه مجموعه من اللاعبين بما فيهم الخضاري محمد، وبعد ذلك رجع الى اي طبعا. لا بعدين ما رجع، راح بس قبل لا يروح للعربي عرض علي اني انا العب السالميه.
مجموعة كبيرة جدا. أنا ربعي كانوا معي بالسالمية، لأن أنا درست في السالمية المتوسطة. تذكر أول هدف دش عليك يا شطي في المدرسة؟ وايد أهداف دش. أنا أدري، أنا أعرف أنك لا لا على فكرة وايد من الأهداف، لكن أنا أقصد تبقى في ذاكرة عالقة بذهن اللاعب، زين طقة عوار طبيعي. شغلة هدف سجلة هوشة زين. فانت كحارس مرمى نفس الشيء راح ينطبق الكلام على على استاذ علي. قبل شوي شنو قلت؟ النشاط المدرسي. اي شوف انا كنت بالسالميه بارز بالنسبه لمدرستي في ثانويه ترمويثيه، بعد ما انتقلنا من المتوسطه رحنا الثانويه. لعبت اساسي للفريق الاول، معاي مجموعه من نجوم الكره الكويتيه، سلمان خلف، محمد سبتي، وسعود ابو حمد، المجموعه هذه. استاذ عبد الحميد الشطي تفضلت انت ونقلتني نقله الى الثانويه، انا بوقف قبل الثانويه في مراحل في امور تحدث ايضا، بنقل الى ابو عبد العزيز ايضا علي نجف. أصبحت اسم في مدرستك تكريم بشكل اللوحة. طيب أنا بعد ذلك، بعد ذلك أبو مشعل طبعا انتقل إلى مرحلة متوسطة حولي. أيه. منو كان بس تحولي لاعبين هناك؟ سالم فرج حولي، باحي، محمد يوسف، جسمي، حجي، عبد المجيد حجي، عبد المجيد الحجي، رضا، محمد يوسف، رضا الشطي، ها ولا رضا، لا مو رضا الشطي، لا رضا، رضا علي، رضا علي، لا لا رضا علي، رضا علي، لا لا مو رضا العلي. اي نعم. شوف يعني اللاعبين حسن كرم، نعم الله يشفيه ان شاء الله يا رب. حسن كرم كان يلعب قدم بعدين صار مدرب يد على فكره. هذول الباص يوم المباراه، الباص يمر ياخذهم من كل من بيوتهم. والله العظيم كل اسكان حولي الغالبيه. اي بعدين شنو قبل حولي متنبي الصديق الشامية، الشامية، هالتنافس اللي كان فيما بينهم على مستوى الرياضة المدرسية، رياضة المدرسية، تعال شوف وليس كرة قدم فقط، لا لا كل لعبة، شوف شوف الجمهور، شوف اللاعبين اللي يروح شنك اللاعب العربي القاسية كذي، والحضور اللاعبين يشوفون المباريات، واللاعبين يلعبون بالأندية يلعبون بالمدارس. هذا التنافس أبو عبد العزيز من خلال الرياضة المدرسية أعتقد هو اللي حقيقة وصلنا إلى ما وصلنا إليه من مستوى متطور، زين نعم. متطور في عالم الرياضة بشكل عام، في السلة، في الطائرة، في القدم، في ألعاب القوى، في الجمباز، في جميع الألعاب. علي نجف شو اللي وداه للعربي؟ شو اللي وداه للعربي؟ أنا كنت طبعاً مارست الرياضة في الحول المتوسطة مع إبراهيم الخشرم وخالد إدريس الله يرحمه. فبعدين كان بيتنا بالقادسية، كان هناك في مراكز الشباب، كنت ألعب مركز شباب القادسية، عدل حارس مرمى، هذه طبعاً حارس مرمى مركز شباب القادسية، لا تزال أنت مستمر في حراسة المرمى، حراسة المرمى خلاص حبيت اللعبة هذه. أنا حراسة المرمى، وكان من اللاعبين اللي معانا الله يرحمه عبد الرحمن البكر، عبد الوهاب البناي، دويسان العريفان، عبد اللطيف، عبد اللطيف، كل هذول كلهم كانوا كلهم مركز شباب القادسية. اي هذول كلهم مركز شباب القادسية. قبل في مركز ثلاث مراكز، مركزين الفيحة والقادسية بعدين دعية. صحيح. كان في لعبنا لعبنا دوري، لعبنا كمراكز شباب واحدة بس بين ماكو القادسية والفيحة. اي كمراكز شباب نقصد. إيه كمراكز الشباب على ملعب شباب القادسية. من كان يلعب مع الفيحة؟ يعقوب الحسيني وعبد الهادي يعقوب اللي اذكرهم، وخليفه جوتشي كاظم اسمه خليفه، دعي خليفه، دعي خليفه، نعم. ويلعب معانا منه فاروق ابراهيم الله يرحمه، فاروق ابراهيم، عبد الرحمن البكر الله يرحمه. يلعب معاكم فاروق ولا مع الـ مع الـ مع الفيحة؟ لا معانا فاروق ابراهيم، مركز شباب القادسيه، مركز شباب القادسيه، نعم. فاروق ابراهيم، فاروق ابراهيم بيتهم كان عند قبال المركز، نعم. عبد الوهاب البناي، عبد اللطيف، هذول كان يلعبون يلعب معاهم. من كان الحكم ذاك اليوم؟ مو كان وزير الشؤون الله يرحمه الروضان، شان الروضان، اي نعم. وحضر المباراة سعادة الوزير المباراة هذه. ومن الحكم؟ فيصل مطر، فيصل مطر، فيصل مطر، بيتم عند المركز شافوه قاعد يحكم المباراة، اللي اصبح فيما بعد مدير ذات نشاط، اي مدير ذات بوزارة التربية، فحكم المباراة وفزنا عليهم 2-1 على الفيحة والكاشوب اللي قاعد ملكوس اللي احنا اي والله. وكان رئيس المركز الله يذكره بالخير خليل الشامي، قبل رئيس المركز
سيارة ودينا الحين مركز مراكز الشباب مركز حقيقي. شنو مدربنا؟ نمساوي مندي. مندي كم اللي كان بعد راح المنتخب الكويت اللي درب منتخب الكويت اي نعم كان مدربنا هذا تدريب عدل وكلام يعني مدربين سواء سلق. كم عمركم تلك الفترة؟ والله على 16 17 16 17. ذيك الساعة ما فيها مراحل سنية؟ لا لا كان يعني في درجة أولى ودرجة ثانية. وين مراكز؟ لا لا لا, لا, لا أقصد الأندية. الأندية حد درجة أولى ودرجة ثانية. درجة ثانية بس. نعم درجة أولى ودرجة ثانية. شلون رحت العربي عشان تعرف كذا؟ لعبنا مباراة مركز شباب القادسية بالصيف ضد النادي العربي. عبد الرحمن الدولة. خطيب حسن ناصر الكباري هذول كلهم. وهذا القوتشي. الجمهور تعال شوف جمهور العربي وعلى ملعب شباب القادسية. منو كان حارس مرمى العربي ذيك الساعة تذكره؟ ما أذكر. الشعراوي. لا 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 كان بالصيف. إيه. يسافرون يسافرون. كان كنا خلف إدريس كاوتشيهم. خلف إدريس الله يرحمه. نعم دورات صيفية. فلعبنا 11 ب11. يا أبو مشعل لعبت مباراة قمة. زين بلنتي علينا. حط علينا بلنتي حكم والله ما اذكر بالضبط من اللي شات البلنتي. عبد الرحمن الدوله. عبد الرحمن الدوله. عبد الرحمن الدوله. ان شاء الله صديت. ان شاء الله صديت. هو شات البلنتي. يوم شات البلنتي كان اطير وامسكها. صديت لكم. صديتي. نعم هذه بحد ذاتها نجوميه ذيك الساعه. الشط كان يتمناه. كل حارس مرمى ذيك الساعه يتمنى انه صدق بلنتي حق الدوله. اي نعم الدوله. الدوله عبد الرحمن الدوله. لا بعد ما يحطها بس الكره بليه داخل 18 جول خلاص انتهى الموضوع. انتهى الموضوع. زين زين انتهت المباراه اشوف واحد يدورني يدورني ولا من يقول واحد يجيك يطق الباب وما يقول شو اسمه يقول ما نعرفه. المهم هذاك المره شفت ثاني ولا منو حسن ناصر الله يرحمه الله يغفر له جيراننا تربطنا عائله معاه. يقول علي وينك انت؟ قلت له متخير. قلت نبيك العربي. قلت ايش حق العربي ايش تبون فيني؟ يقول نبيك قوتشي. قلت له لا يبا ماني فاضي انا ما احب ما احب انت ارتبط ما احب ارتباط بالنادي مركز على كيف نقعد نلعب بالليل نروح الوقت. قال لي انت ايش؟ قلت له زين زين ايك وهو انحاش بدي اشوف سيارته انحاش اروح طب المدرسه اساس لا لا يمر علي. المهم صادني رحت شفت والله من رحت اشوف الترحيب ماك الترحيب وشنو على طول من رحت توقع وقع ما ادري ايش السالفه وقع وقع وقعت انا ما ادري ايش السالفه اشوف وايد حراس. المهم والله ما تمرت اسبوع ولا انا اساسي الفريق الاول؟ لا بعد درجه ثانيه. درجه ثانيه. هذا الحسني حسني الشعراوي من ياخذ محله قبل ابو مشعل الشعراوي هني اخذ محل حسن الشعراوي حارس ترى مو سهل طويل ما شاء الله طويل وهذا ايه. المهم ان انا لعبنا درجه ثانيه. درجه ثانيه فريقنا قوي صالح عبد الله العسعوسي طارق امين حسن موسى طار سيافي ابو جبره غازي غانم معيوف مجيد بلعب هذول كل يعني كل نطق الفرق ونمشي درجه ثانيه. درجه ثانيه. درجه ثانيه. اول مباراه تذكرها علي؟ والله كنا لعبنا ويا الفحيل غلبناهم 3 ما ادري 4 ترى دوري بالمرتين على فكره. بوقف عند هذا سيرتك نفس سيره علي؟ لا طبعا. ها؟ اكيد مختلف. ايش رايك بسيره علي النجف؟ علي طبيعي لان علي اللي حلي تفضل. علي مر بمرحله انتقاليه هذه كل الحراس المرمى بالكويت كسر تاريخي العربي نفس الظروف اللي مر فيها القادسيه لان كانوا اول شيء حراسنا كلهم اجانب. بعدين اعتمدنا على الحارس الوطني لان فيصل عيسى مطر درس برا. ليش لحظه 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 لا لا طبعا ليش يعني تقصد العربي حراس اجانب؟ اي بداياتهم كلها اجانب. طيب والقادسيه؟ لا كان فيصل فيصل راح يوسف زيدان كان الله يطول في عمره كان حي والله طرابلسي حي. لا لا يوسف زيدان ولو فتحنا الانديه مكاس جاي كان بالحكي. انا ايش بقول لك؟ بقول لك ان البدايات انا اقصد لا تقعد تهاجم العربي وكذا وش اسمه. لا مو كذي قصدي. ما كذي يهاجموني انا. لا 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 انا اقصد كل الانديه بداياتهم حراس مرمى اجانب. نعم بدا العربي بدا حسني شعراوي فيصل مطر بعدين فيصل راح الدراسه بالقاهره فاعتمدوا على حسني شعراوي بعد حسني شعراوي اعتمدوا على فارس السلطجي وعندهم بعد حراس مرمى بما فيهم علي
كان قبل حسين عاشور، قبل عبد اللطيف الشمالي، وخلف الله يرحمه، خلف ادريس الله يرحمه، مجموعه من الحراس. فالقادسية نفس الظروف اللي مر فيها. القادسية انا اول حارس مرمى كويتي اللي اثبت، اول حارس كويتي بالقادسية، نادي القادسية اللي اثبت وجوده. تفتخر دائما الشط كل ما يصير حديث، هذا تاريخ من حقك ترى، هذا تاريخ، تاريخ من حقك انك. ناصر العريفي سبقني مثل ما قلت لك، اول حارس مرمى القادسية ناصر العريفي. يوسف زيدان اول حارس مرمى، يا احمد الطرابلسي لعب معنا موسم، وبعدين يعني ناصر العريفي من البدايات من الجزيرة لغاية القادسية، بس ما لعب أساسي مع الفريق ولا حقق بطولة. ما نشوف تحقيق، بس هو يعتبر أول حارس مرمى للقادسية عند الافتتاح. إي بس ما لعب ولا ساهم في إنجاز، يعني إنجاز. خلنا من إنجاز مضاري، أنا أقصد ناصر العريفي أول حارس مرمى القادسية عند افتتاح الأندية. أوكي. خلنا من إنجاز وأخذ بطولة ما أخذ بطولة، هذا شيء آخر. بعد لازم عشان أنا أوضح لك اللي أنا ببالي، أنا لعبت. لبالك أشياء وايد. على العموم أنا مش يعني وضعي غير طبعًا، لأن أنا السالمية وفي إقراء، ولمن برز في المنتخب المدرسي أنا برز قبل النادي القادسية، لأن فيصل عيسى مطر الله يرحمه برز في 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 منتخب مدارس. مدارس قبل القادسية، أنا مثل المنتخب المدرسي سنة 70 وأنا لعبت القادسية 72، تخيل. لأن فيصل عيسى مطر الله يرحمه، إحنا نلعب دوري المدارس ثانوية الجاحظ مع ثانوية الرميثية، أنا مسكت نفس أبو عزيز، مسكت ركلة جزاء من جاسم عاشور بين الجاحظ وثانوية الرميثية، وحققنا بطولة. كان يومها فيصل الله يرحمه مدير إدارة النشاط الأهلي اختارني حارس مرمى للمنتخب المدرسي. بس عبد الحميد انت ضربت مثال مثال بشكل معنسي زين من جاسم عاشور، مع احترامي الى ابو محمد جاسم عاشور، لكن لم يا عبد الحميد، لكن لما تمسك بلنتي ذاك عارف مرمى من عبد الرحمن الدولة او الخشرم او المسعود بتلك الفتره زين، غير لما تمسك من يعني لعب نص، يعني مهما كان، وليس تقليل من قيمه جاسم عاشور، عفوا ابو مشعل، بس بتعطي نفسك انت من حقك. عفوا انا بحاجه حق رفع معنويات في مرحله مراحل، اني اثبت ان انا حارس مرمى، هذا شيء ضروري بالنسبه لي. اكيد ما في شك، اي سين من الناس تمسك منها ركله جزاء يعتبر مكسب بالنسبه لك وترتفع اسهمك. فلذلك القادسيه لما رحت لهم ما لقيت صعوبة إني أنا ألعب في المراحل السنية، أنا قضيت على 10 حراس مرمى غيري في نفس بعدين أقول لك صح محمد بدأ المراحل يضرب كلام كذا. لعبت المراحل السنية أولاً أول سنة تحت اللي هو الدرجة الثانية، إي أول سنة، والعرب يغلبوننا 2-1 هذه البطولة الفاصلة. بس شنو تذكر مسجل عليك من العربي أول مباراة؟ ما بيقول لك عشان لا ينغر علينا. أتذكر كان إسحاق مرتضى، المجموعة عبد العزيز مكي، جواد عاشور لاعبنا ضده، تخيل ذيلي تحت 18، وجواد مقصيد تحت 18، ونايف الجابر تحت 18، ذيلي كلهم لعبوا تحت 18. انتقلت للدرجة الأولى؟ نعم. ايش كثر اخذت تحت الدرجه الثانيه عشان تنتقل الدرجه الاولى؟ انا ما لعب درجه ثانيه، انا لعب مراحل سنيه 20، انا قعدت احتياط 5 سنوات. هو ما كان في بالانديه، ما كان في مراحل سنيه، كان في درجه اولى درجه ثانيه. عدل ابو عبد العزيز في 76 استحدثوا تحت 20، جاسم يعقوب لعب معنا على فكره، فيصل الدخيل لعب معنا ايضا. متى انتقلت الدرجه الاولى؟ بعد جهد جهيد. أنا قعدت 5 سنوات احتياط للفريق الأول، أنطر زيدان 5 سنين. نعم، من 68 أنا 66 رحت نادي القادسية، لعبت في 72. من وين داخل نادي القادسية؟ القادسية وين تيك الفرصة؟ عندك زيدان يلعب، يابا صبح أبو فروة، يابا مصطفى عجيب. من وين داخل نادي القادسية؟ القادسية، القادسية طبعًا في واحد من الشباب أردني الجنسية كان يلعب معنا فريق الرافدين، إيه؟ فقال لي انا رحت امس القادسيه وتمرنت وياهم وشفت زيدان. قلت له شفت زيدان؟ قال لي لان انا احب شيء اسمه زيدان، اسم زيدان. إيه؟ لان انا كنت فين عندي الجرعه القويه اني انا دائما اقتحم واطب والعب بروح عاليه، فكنت متاثر وايد بيوسف زيدان. إيه؟ قلت له باكر انا وياك، رحنا تاشير طبعا من الرميثيه بانيت او تاشير من الرميثيه لنادي القادسية، وشفت زيدان، شفت العصيمي، وشفت المسعود والعصفور، تدري النجوم ذي الساعة ودك تصور من وياهم، من احنا بيشوفهم ودك تصور وياهم مو بس تلعب وياهم. فالحمد لله الله وفقني. أول مباراة تذكرها بالدرجة الأولى؟ لعبت مو درجة أولى، لعبت أنا ضد فريق الرافدين مع فريق القادسية، كان الله يرحمه
الملعب رقم 2 حاليا سامي فيروز الله يرحمه كان مدرب المراحل السنيه الصغار بالقادسيه. اي في القادسيه. فقال لي احنا بنباري فريق الرافدين اليوم. قلت نعم. قال لي إيه فريق الرافدين؟ قلت له هذا فريقي. يقول لي يلا عاد شد حيلك صغير ما اعرف انه هذا. قلت له ان شاء الله. عشان كذي الله يرحمه سامي وحسين سامي فوز. الله يرحمه. المهم اقول لك استمرينا احنا الحمد لله شافوني اني انا زين. الساعه وين تلعب؟ يعني قدامي 10 عيال الطرابلسي كانوا اثنين يلعبون حراس مرمى. عندك مثلا احمد عبد النبي الله يرحمه. العبو واحد قال عبد العزيز العبو. محمد الفهد هذا ممثل. من ضمن الحراس خلف دميثيري انا فتره لعب معانا. وبعدين كلهم قضيت عليهم ذيله؟ قضيت عليهم كلهم. المهم طبعا انا اخذت فرصتي بعد جهد جهيد مثل ما قلت لك عقب يوسف زيدان وعقب مصطفى عج كل يوم يناقوشي محمد موسى كلها جانب لغايه 72 اول لعبه لعبتها ضد كارما عام 1972 امام منه حسن شحاته وحسين امام كارما. اي حسن شحاته ويا من المطار وقول علي قول علي. فكانت طرفه يعني المباراه كانت صعبه خسرنا فيها 3-1 او 3-2 طبعا انا ما تحمل يعني الكابتن حسن شحاته يعني محمد. انا في اعتقادي هذا نجم من يوم جاء النادي كاظم وهو صغير بالسن وكان يشجعني على فكره وهو نجم وهذا ما هي النجوميه. صاحب الحميد هذه نجومية اللعب عندما مهاجم يشجع حارس مرمى فريق المنافس والنجومية تكمل فيه. هل فقط في اللعب؟ لا لا وكاظم في بداية تطور صار علي نجف أيضا. نأتي إلى العربي ومرحلة العربي عشان لا يسرقنا ويمكن سرقنا الوقت لأنه يحتاج إلى حديث كثير. خلينا نتكلم عن ترى بالنسبة لحراس مرمى العربي تدري إحنا كم حارس مرمى نتمرن؟ 12 حارس مرمى نتمرن. اقول لكم الاسماء بعد حسن شعراوي خلف ادريس حسين عاشور عبد النبي حافظ خرشد شمالي نعم محمود شمالي عبد اللطيف شمالي عبد اللطيف شمالي يوسف حسين الشمالي قبلكم عبد اللطيف شمالي كان بالناشئين بالاشبال كان موجود قبلي بالنادي ايه؟ بس بالاشبال يلعبون كان بالاشبال ما لعب درجه اولى اذكره زين حسين عاشور بعد كان حسين عاشور لا ايه كان معنا بعدين يانا سلطجي فارس السلطجي اخر شيء يانا واحد اسمه محمود واحد مصري خليل ابراهيم قوش النصر قال جوش نصر ايه خليل ابراهيم معنا عبد الرسول كاظم عبد الرسول كاظم ايه قوش الفحيل هذا كله بالعربي تراي كل الحراس هذول من عربي يروحون وينك الدور؟ وينك الدور ذاك؟ شلون نط علي اذا علي نجف شلون نط امام هؤلاء؟ انا عاد شوف ايه انا لا عندي ربع بالعربي ايه ولا اعرف احد فيهم صراحه زين ما اعرف غير حسن ناصر ايه كان اللي هو اللي جابك ايه حسن ناصر اللي تربطنا على علاقه عائليه نعم وبعدين صالح عبد الله كان الله يرحمه كان صديقي بالدراسه الله يرحمه وبعدين تعرف كنا مع مردوك سعيد كنا نعم. ربع مع بعض فأنا كنت دائما أواظب على التمرين شنو تمريننا يا شلون نتمرن على الأرض اليابسة هذه من هو يدرب حراس المرمى ذيك الساعة كان بوري هو اللي يدرب بوري نفس الشيء ويدرب هو اسمه هو يدرب هو يدرب وكان جاسم سبتي أحمد أي. حميدة أي. أحمد حميدة ساعدونا الله يذكره بخير أحمد حميدة شلون الأرض اليابسة هذه يا أبو مشعل أرض قار مو نقول أرض ويشوت عليك احمد حميده احمد حميد عاد كل يحب ما ادري انه بيدرب ولا يدرب نفسه يشوت هو تبي تدربني ولا تبي تدرب نفسك اذكر بالخير زين شلون تدرب على الارض اليابسه حتى الكيعان هذه تروح علي الحط اي نعم هذه تروح كلها ورمه الحط دوشك يحط دوشك يمين ودوشك على الشمال اي وتدقه بالنص وتطير على هالدوشك هذا مرة يمين مرة شمال وهالدوشك هذا زي. لا يشيلونه ولا يغسلونه ولا غبار وش أقول وشنو ركبة هني وتنتفخ وكذي وتنتفخ شو اسمه والقوتشي رقم واحد ترى فنيتك رقم واحد واحد ايه مو اثنين ثلاثة أربعة وفنيلة سودة رقم واحد وفنيلة سودة اسود بس ليش ليش اختيار الفنيله السوداء صح يا قاعد ما اعرف والله ياشين كان يبزون ما ادري ما ادري ايش رقم واحد رقم قول ليش رقم واحد ايش رقم 10 الحين حارس مرمى اي رقم يحط صح ولا لا على طهر الفنيله السوداء الموقف هل الفنيله لها عامل نفسي على المهاجمين
كرؤية هو لا هو انك تخالف انك تخالف الالوان الثانيه لا غير المخالفه لا يعني هل لها عامل نفسي على المهاجمين؟ لا العامل النفسي انت وياه يعني العامل النفسي مو مش على الفنيله السوداء. ها الفنيله اللي فيها شخابيط ويلفه اللي يشتت النظر ايه هذا اللي فيها الوان متعدده الوان متعدده اللي يشتت النظر هو اللي يلبسون شوف الحين شوف حراس المرمى انت بالمباريات فنيلته فيها الوان فيها كذا عشان يشتت انتباه عين المهاجم انا لا لي راي يا علمي سبب علمي لان الان حتى بالتلفزيونات لو تلاحظ الباك جراوند دائما يحطونه جراي يا رمادي يا اخضر يا اصفر هذه الالوان حتى المنتخب الانجليزي لاحظ يرتبطون الالوان ترتبط بالفريق اذا يلعب كان اذا يلعب مع المنتخب يلبس فنيله صفراء اذا يلعب مع نادي يلبس فنيله خضراء يعني لها علاقه طبعا في طيب مسيرتك مع النادي العربي و درجه ثانيه عندنا ويوه يعني عندنا بعض اللاعبين عمره يصك فوق ال 20 سنه ويلعب كل درجه ثانيه يصير قبل شهادات الميلاد شهادات الميلاد عباس حياته الله يذكره بالخير بالنادي عباس جار حياته ابو محمد الله سالم مبارك تدري كان يلعب من تاسس ولعب درجه ثانيه ما يوصل درجه اولى وغير وغير غاص العربي احنا دائما يعني نفوز عندنا بقت صارت عندنا مباراه يعني اذا فازوا علينا اخر مباراه اذا فازوا علينا الحيل الدوري من حقه حق القادسيه فرق بينهم نقطة ونقطتين. وين لعبنا؟ على أي ملعب؟ شفت محافظة الأحمدي؟ إيه. قبل تروح محافظة عينك اليمين، شبك وملعب. عدل. وحدة ترى العربي الفاحيل دائما صرت حلم بينهم. موسى راشد الله يرحمه، عبد الصمد، كل أعضاء مجلس الإدارة جايين يشوف المباراة. إدارات العربي كلها جاية. كلهم جايين عشان الفوز، والله فزنا على الفاحيل وأخذنا الدوري. من ضمن الأشياء هذه أقول لك شغلة أبو مشعل لعبنا ضد السالمية الحين أبي مالت الفحيحيل الحين مرة الفحيحيل اللي تقرر درجة ثانية غلبنا الفحيحيل 3-0 وأخذنا الدوري والقادسية برا والقادسية كلهم جايين عشان الفحيحيل يغلبونا حلو أبو أوقف عند هذه النقطة إذا سمحت لي ويا المشاهدين ناخذ فاصل مشاهد الكرام وبعد ذلك نتواصل وحديث برنامج المقصورة مع رواد المقصورة كابتن الكبير علي نجف كابتن الكبير عبد الحميد الشطي عبد الحميد الشطي بدأ مع القادسية مشواره في ظل وجود كوكبة من ألمع نجوم الكرة الكويتية فانطلق في سماء النجومية وكانت أبرز ذكرياته التي لن ينساها مشاركته مع فريقه الأصفر في المباراة التاريخية ضد فريق سانتوس البرازيلي بقيادة الأسطورة العالمية بيلي وكذلك محطة أخرى في مشواره بالانتقال لنادي السلمية ولأن الأجيال السابقة وضعت قدماً في الدفع بهذه اللعبة إلى المسار الصحيح والذي من شأنها رفع من مستوى اللعبة محلياً وإقليمياً وخليجياً نعود مشاهدينا الكرام وبرنامج المقصورة وأيضاً حديثنا مع الأخوة الأفاضل كابتن علي نجف والكابتن عبد الحميد الشطي أرجو المعذرة قطعت أنا حديثك في الفاصل ابو مشعل تدري الجوتشي متى يعني مو مثل لاعب يعني عندك 10 لاعب يعني جوتشي من جوتشي واحد وينيك الدور بين الحراس هذولا المهم لعبني مدرب يابو لعب درجه اولى اعطاني فرصه مدرب لعب درجه اولى لعب درجه اولى ثبت وجودي اول مباراه ثبت وجودي امام منه تذكر امام السالميه أمام السالمية أقول لك شغلة أمام السالمية عبشل الله يرحمه الله يغفر له كان مدير كرة عندنا وأمين صندوق على ما أعتقد بعد أي نعم قال لي تعال علي أبيك قال لي تعال بعد الاجتماع بعد ما اجتمعنا قال لي تعال خلني ذاك الصوب شو أقول أشوف بعطيك اليامعة ها؟ يامعة أوه يؤمن فيها قلت له صدقك شنو يقول مالك شغل
قلت له اوكي. شي نقول ربطه بسيرة الروح. ربطه بالهاف. ربطه بالهاف. وانا بعد ربطه بالهاف. يلا نزل الملعب وعلى ملعبنا. تدري محمد يوسف عرباوي. محمد يوسف بس الدبابه الله. دبابه يدش القوتش. والعب مباراة يا ابو مشعل. المصيبة ان محمد يوسف عرباوي واللي انفرد بالجول محمد يوسف. محمد يوسف. وين فردول بالجول؟ محمد يوسف ومبارك عندهم بركز طويل هذاك مبارك العياف او الجاسر. لا لا الاسمراني خذوه القادسية. مبارك عرفته عرفته. زين؟ ايه طويل. ايوه بس اتذكر اسمه. بعدين راح القادسية. ايوه عدل خذوه وهو خذ العصفور العصفور. وينفردون ماكو. وانتهت المباراة 1-0 قبل السالمية. العربي غالب. اي هم الهجمات كلها على قولنا. زين هل بسبب اليامعة الحين ولا؟ لا تسألني عاد بسبب اليامعة سبب العبسة. زين انا نجوميتي من المباراة والله ما ادري ابو شعل. انتهت المباراة كانوا يشغلون على محمد يوسف. انت ما تبي تقول على العجف. السالمية. اي انت عرباوي وتقول على العجف وكذا. تحت المباراة كان عبد الله يقول تعال يب اليامعة. قلت خليش أقول لا خلاص بس خلاص انتهى دورها. انتهى دورها ماك شغل. شنو المكافأة تذكرها؟ الكلمة عقب المباراة ردود الفعل إدارة العربي بالنسبة لك انت يا علي. شوف كان الجمهور كان مستانس مني يعني. أيه؟ كان مستانس مني بس الجمهور ما يعرف شيء ان مدرب بورهي كان يلعب أوفسايد. كشف تسلل. هو اللي يسوي الكشف. هو اللي يعني خطه كشف تسلل في الكويت. انا لما الدفاع يدش انا اطلع من الخط اصلا اطلع من برا خط الجزاء اطلع قدام الجمهور يصيح علي لا تهد الدكان يا ابن دكانك لا تقول لك لا تهد الدكان يا ابن الحلال ارجع دكانك يا ابن الحلال خلونا نلعب وما يعني ما يدرون شلون كشف التسلل. ويصيح عليك الجمهور لا تهد دكانك. وبعدين عرفوا ان احنا شلون نلعب التسلل. والعصايم يشتغل عليكم. لا لا العصايم هي لا عصايم عاد شغله ثانيه. لعبه العربي والقادسيه بور يقول حق الخطيب عليك على العصايم عندك اياه. هذا الغزال. غزال لاعب بس شنو؟ طق الخطيب وخلاص سلم نفسه. الخطيب الله يذكره بالخير محمد الخطيب. محمد الخطيب يا اخي طق يذبحنا بالملعب شلون بالمباراه. احنا حراس مرمى نخاف منه بالتمرين يدش عليك هذا. عبد الحميد الشطي فرصتك امام بالقادسيه ومن هم كان يعني فرصتك اللي لا تزال في عالقه امام الانديه امام النجوم امام العربي امام الكويت امام قبل شوي انت تكلمت عن حسن شحاته. هذه اول مباراه لك. صحيح. أنا بس بضيف معلومة نفس طريقة علي عن موضوع اليامعة. أبو جمال الله يرحمه تعرف طريقته. فهد عبد الكريم. إيه فهد عبد الكريم. فقال الشطي هذا حجز يسمونه وشغلة خلوه بدلاقي. بس شنو اللي دفعت الثمن؟ شنو؟ كسرت ريلي. كسرت ريلي. مضروب في نفس المباراة. بخروني وهذا المهم مع الطيران العراقي. ايام كان مجبل فرطوس وايه وش اسمه فلاح حسن مجموعه هذه نجوم من ايه تعادلنا معاهم بس في نفس اللعبه انا طلعت اول ربع ساعه الله يرحمه ثويني بيدش الملعب ذا لان انكسر احمد ايه انا لان حاشني غضروف فثويني بيدش كان يزلق بالهوز ويطيح على وجهه زين اول مباراه تبيها فرصه إيه؟ لا انا متعور خالص إيه؟ انا طالع ولله الحمد الله وفقنا بعد لعبة كاظمة لعبنا مع العربي. العربي تخيل ترى أنا محظوظ سيد أنا وأنا صغير. شلون طه بصري نايف الجابر الله يرحمه علي المولى يلعبون جدام بالعربي ثلاث مهاجمين ما يحتاج ماكو مو تخاف لأسبوع ما تنام قبل المباراة. المهم قدرة قادر نايف أول 5 دقائق طلع طه شات علي من بعيد طلعته ضربت بالقائم طلع عقبه ب10 دقائق على الملا بعد الحقه بربع ساعة كان فوز على العربي 2-0 واخذت النجومية يعني طلعت الثلاثة قمت استعرض عليهم واخذت النجومية علي ما لعب زين انا حقيقة قبل لا يدركني الوقت العوض يتذكر العوض قول وحمد بو حمد بعدين هذه اهم مباراة لعبتها امام العربي اول مباراة لي امام العربي بعدين مع الكويت نفس الشيء فزنا عليهم كنا خاسرين 2-0
والقادسية سجلوا 3 أهداف وضيع على ركلة جزاء. نجوميتي بدأ طبعا من هنا، أحمد الطرابلسي، أحمد أحمدي، الخشرة ما أنا ما لحقت عليه. بس لغاية مباراة سانتوس طبعا هي نقطة سانتوس هذه اللي نعم هي اللي وصلتني حتى للمنتخب، يعني تعتبر نجوميتي. هل صحيح شطي كان يعطي رشوة حق بيليه؟ لا 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 إن بيليه قال زين المقولة إن لقيت أمامي حائط في مرمى القادسية. هذا الله يرحمه أحمد تورا قال الحيارة طلعت ورا الجول. لا كلمة هذه من أهم المباريات في تاريخنا عموما، في تاريخ كرة القدم في الكويت وليس في تاريخ القادسية. وهذه فكرة الله يرحمه الشيخ فهد أحمد. ليش بقول شغلة يمكن قبل لا أنسى، اذكر عليكم مباراة كأس الأمير سنة 69 احنا والقادسية، القادسية والعربي. نعم آدم جاب الجول الشوط الأول، آدم الحاج نعم، وباقي يلعب الشوط الثاني، باقي على الشوط الثاني يمكن دقيقتين، الجمهور جمهور عربي راح خلاص بس فقد الامل. نايف الله يرحمه نايف جابر احمد جاب الجول على القادسيه، كان يرد الجمهور مره ثانيه على ملعب شوي خالد ترى مو مشعل. نعم وعندنا حكم قبس علينا، حكم الباكستاني هذا تعرفه كان يشغل بالكويتيه زين، لعبنا اضافي عبد الله العوضي ثاني جيم من الشوط الثاني من خط التماس من خط المرمى يشوت شوت، لو خلوك شوت يمس شوت ما تقولها يا عين الجول خذنا الكاس. عموما مشاهد الكرام اعتقد وصلنا حقيقه لختام برنامجنا لهذا اليوم برنامج المقصوره، وتشرفت حقيقه بلقاء الاخوه الافاضل من خيره حراس مرمى في الكويت والرياضيين واساتذه عموما، يعني فيما بعد لهم تاريخ جانب في التربية حقيقة. أستاذ علي نجف شاكر لك جدا، وعبد العزيز بحضورك في هذا البرنامج الشكر موصول لك، بضاري عبد الحميد شطي. مشاهد الكرام الأسبوع القادم إن شاء الله يتجدد اللقاء وحلقة جديدة وبرنامج المقصورة، لكم تحيات أسرة البرنامج، مع السلامة.